الإعلام حول وجود اتفاق مصري إسرائيلي بإعادة فتح معبر رفح، مؤكدا على تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من المعبر كشرط لاستئناف العمل به. إذن مصر بتؤكد من جديد أنه لا نية لأنه يكون في مفاوضات ما بين الجانبين المصري والإسرائيلي لإعادة فتح معبر رفح حتى يتم الانسحاب الإسرائيلي الكامل من هذا المعبر، حتى تعاود مصر يعني فتح هذا المعبر مرة أخرى. خليني أسأل حضرتك سريعا على هذا الخبر وتأكيد مصر أو نفي مصر لأنه في أي مفاوضات لفتح المعبر قريبا، طالما المحتل الإسرائيلي هو من يشرف ويدير هذا المعبر. كيف تقدر أو تثمن يعني هذا القرار المصري، وإزاي ممكن يصب في مصلحة القضية الفلسطينية؟ أنا أعتقد أن ده فعلا أهم قرار وأهم ضغط يمارس على إسرائيل والولايات المتحدة نفسها، مسألة إن تمسك مصر بإنه ما فيش تشغيل المعبر إلا بفلسطينيين من الجانب الآخر. ده موقف قوي جدا، و آية 24 الموقع المهم عندهم قبليها قبل ما حضرتك تتكلمي بدقائق، يعني هو كان بيقول إن إسرائيل رضخت في النهاية لطلب مصر والأمريكان ضغطوا على الإسرائيليين، وإنه إسرائيل وافقت على إنه تشغيل المعبر من جانب الفلسطيني ان هم هيخرجوا من جزء من المنطقه اللي احتلوها وهيجيبوا فلسطينيين ما لهمش علاقه بحماس، يبقوا هم الطرف الاخر اللي على الناحيه الثانيه. هذا الخبر من قبل ما الخبر اللي حضرتك بتدعيه بدقائق يعني. فهل اللي بيقولوه ده صحيح؟ يعني هل يوجد طرف تم الموافقه عليه فلسطينيين وده يبقى حقق المطلب المصري وده يبقى انجاز كبير؟ طبعا، لان احنا لسه يمكن قبل ما حضرتك تبقى معانا ويمكن حضرتك سمعت، احنا دلوقتي بنتكلم على فكرة مجاعة، يعني الناس عايزة تاكل وتشرب، ده هدف فدخول مهم يعني. المساعدات هو امر عاجل جدا جدا جدا، بنتمنى ان ده يحدث قريبا. بشكرك طبعا شكرا جزيلا دكتور سعيد عكاشة الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات. هي سريعا بس